بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، صياما مقبولا وإفطارا شهيا على مدار أيام شهر رمضان المبارك. تقول الحاجة الخليلي، وهي من تلامذة العلوية الشهيدة آمنة الصدر رضوان الله عليها، تقول: من جملة الخصائص التي تميزت بها العلوية الشهيدة آمنة الصدر أنها كانت لا تهتم بالجوانب الكمالية في حياتها الخاصة، فهي في منتهى البساطة والتواضع. فأنا أتذكر كيف كنت أراها دائمة الانحناء وهي تطالع أو تكتب على الأرض، وتبقى على هذا الانحناء لساعات طويلة، فلم يكن أمامها رحل أو منضدة تكتب عليها أو تضع عليها الكتاب لتقرأه، وكانت تفضل أن تترك ما كان معتادا عند أكثر الناس، ولا تفضل أبدا الجلوس على الكرسي. فكنت أقول لها: يا علوية، لما هذا الانحناء؟ فإنك تتعبين نفسك، فمن الأفضل أن تجعلي أمامك منضدة لكتبك ولوازمك لترتاحي في مطالعاتك وكتاباتك. فكان جواب السيدة آمنة الصدر رضوان الله عليها: يا أختي، على الإنسان ألا يتعود على الترف والتنعم، بل المهم أن يشعر الإنسان بعد العمل بثمرة عمله إذا كان خالصا لله تعالى وفي خدمة صاحب الزمان سلام الله عليه والمجتمع أيضا، فهذا أهم بكثير من تحقيق رضا نفسه، لأن النفس أمارة بالسوء. تقول الحاجة الخليلي: كانت السيدة آمنة الصدر تعتبر بأن الجلوس على الكرسي وأمامها منضدة شيء من الترف والتنعم والإقبال على الحياة الدنيا، وكانت تتهم نفسها إذا فعلت ذلك بأن نفسها الأمارة بالسوء قد غلبتها. هكذا كانت حياة السيدة آمنة الصدر مليئة بالزهد في الحياة الدنيا. برنامج صباحات ولائية، أمين محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.